السلام عليكم. درسنا اليوم في الرياضيات المضلعات الرباعية، بالنسبة لي السنة السادسة من التعليم الابتدائي. لنبدأ. أهداف الدرس: تعرف العناصر الأساسية للمضلعات الرباعية، إنشاء المضلعات الرباعية، سوف نبدأ بنشاط الحساب الذهني، أحسب الفرق، أحسب فرق العددين 125 ناقص 25 تساوي 100، 18.2 ناقص 0.2 تساوي 18، 87 ناقص 17 تساوي 70، لنبدأ بالنشاط الأول. انقل الجدول ثم حدد الأشكال التي تحقق الخاصيات الواردة به بكتابة نعم أو لا في الخانة المناسبة. نعم، لنبدأ. إذن لدينا متوازي الأضلاع A. متوازي الأضلاع A. إذن هل كل ضلعان متقابلان وفي متوازي الأضلاع؟ هل ترون ضلعان متقابلان ومتوازيان؟ لاحظوا، نعم لدينا ضلعان متقابلان ومتوازيان، نعم. نستمر. كل ضلعين متقابلين متوازيين، هل جميع أضلاعه متوازية؟ نعم، إذن لاحظوا لدينا هذان الضلعان متوازيان ثم هذان الضلعان متوازيان، إذن كل أضلاعه متوازية. نعم، لنستمر. هل لديه هل ترون زاويتان قائمتان؟ زاويتان قائمتان، لاحظوا. لا، لا توجد زاويتان قائمتان. لنستمر. جميع زواياه قائمة. طبعا لا، لأن الجواب هو لا. نعم، الزاويتان المتقابلتان متقايستان. لاحظوا، نعم لدينا زاويتان متقابلتان ومتقايستان. له محور تماثل، لاحظوا إذن لا ليس له محور تماثل، وطبعا ليس له العديد من أكثر من محور تماثل. لنستمر. الآن المستطيل B، لاحظوا هل له ضلعان متقابلان ومتوازيان؟ لاحظوا، نعم لدينا ضلعان متقابلان ومتوازيان، إذن هنا نكتب نعم. هل كل ضلعين متقابلان متوازيان؟ هل كل ضلعين متقابلين متوازيان؟ نعم، لاحظوا إذن أكتب هنا كذلك نعم.
كل له زاويتان قائمتان. لاحظوا، نعم لدينا زاويتان، له زاويتان قائمتان، جميع زواياه قائمة. لاحظوا، نعم إذن جميع زواياه قائمة، الزاويتان المتقابلتان متقايستان. نعم لأن جميع زواياه قائمة، إذن الزاويتان المتقابلتان متقايستان، كل زواياه المتقابلة متقايسة. نعم، هل له محور تماثل؟ لاحظوا، نعم له محور تماثل، له أكثر من محور تماثل. نعم لدينا محورا تماثل، لدينا محورا تماثل اثنان. لنستمر، الآن سوف نرى المعين. المعين هل كل هل ضلع هل له ضلعان متقابلان ومتوازيان؟ نعم، نعم هل كل ضلعين متقابلان متوازيان؟ لاحظوا، نعم إذن أكتب نعم. هل له زاويتان قائمتان؟ لا، لاحظوا ليس هناك زوايا قائمة. نعم هل جميع زواياه قائمة؟ لا طبعا. الآن هل الزاويتان المتقابلتان متقايستان؟ نعم كل زاويتان متقابلتان متقايستان. هل له محور تماثل؟ نعم له محور تماثل. هل له أكثر من محور تماثل؟ نعم له محور تماثل. إذن في المعين لدينا محور تماثل. نعم الآن سنمر للمربع، المربع دي. لاحظوا هل لدينا ضلعان متقابلان ومتوازيان؟ لاحظوا، نعم لدينا ضلعان متقابلان ومتوازيان. إذن نكتب نعم. هل كل ضلعين متقابلين متوازيان؟ لاحظوا متوازيين، نعم لاحظوا نعم. إذن كل ضلعين متقابلين متوازيين، نكتب نعم. هل له زاويتان قائمتان؟ نعم له زاويتان قائمتان. إذا نكتب نعم. هل جميع الزوايا قائمة؟ نعم جميع الزوايا قائمة. هل له عفوا هل الزاويتان المتقابلتان متقايستان؟ إذن لدينا جميع الزوايا قائمة، إذن الزاويتان المتقابلتان متقايستان. نعم نكتب نعم. الآن هل له محور تماثل؟ لاحظوا نعم نكتب نعم. هل له أكثر من محور تماثل؟ لاحظوا الشكل، نعم إذن له العديد من محاور التماثل، بالضبط 1 2 4 محاور تماثل.
لنستمر. الآن سوف نرى شبه المنحرف. شبه المنحرف القائم الزاوية. شبه المنحرف القائم الزاوية أو. إذن في الشكل لاحظوا، هل لدينا ضلعان متقابلان ومتوازيان؟ نعم، لدينا ضلعان متقابلان ومتوازيان. نعم، إذن نكتب نعم. هل كل ضلعين متقابلين متوازيين؟ عفوا، لا. إذن لا. هل له زاوية قائمة؟ نعم، له زاوية قائمة. هل جميع الزوايا قائمة؟ طبعا لا، لدينا فقط زاويتان قائمتان. الآن هل الزاويتان المتقابلتان، الزاويتان المتقابلتان هل هما متقايستان؟ إذن لا، طبعا لا. هل له محور تماثل؟ لا. وهل له أكثر من محور تماثل؟ طبعا لا. لنمر إلى الشكل التالي. الآن شبه منحرف متساوي الساقين. شبه منحرف متساوي الساقين F. لاحظوا الشكل، هل له ضلعان متقابلان ومتوازيان؟ نعم، لدينا ضلعان متقابلان ومتوازيان. هل كل ضلعين متقابلين متوازيين؟ لا، لدينا فقط ضلعان متقابلان ومتوازيان، اثنان فقط. هل له زاويتان قائمتان؟ لا. هل جميع الزوايا قائمة؟ لا. هل الزاويتان المتقابلتان متقايستان؟ طبعا لا. هل له محور تماثل؟ نعم، له محور تماثل واحد. هل له أكثر من محور تماثل؟ طبعا لا. لنستمر. الآن شبه منحرف. شبه منحرف هل له، هل شيء لاحظوا جيدا، هل تلاحظون، هل يوجد ضلعان متقابلان ومتوازيان؟ نعم. هل كل ضلعين متقابلين متوازيان؟ لا، لدينا هذان الضلعان غير متوازيان. هل له زاويتان قائمتان؟ لا، لا توجد أي زاوية قائمة. هل جميع الزوايا قائمة؟ طبعا لا. الآن هل الزاويتان المتقابلتان متقايستان؟ طبعا لا. هل له محور تماثل؟ لا. وهل له أكثر من محور تماثل؟ طبعا لا. إذن رأينا خاصيات المضلعات الرباعية. رأينا أولا متوازي الأضلاع، ثم رأينا المعين، ثم رأينا المستطيل، المربع، وشبه المنحرف. لنستمر. الآن النشاط 2. أنشئ متوازي أضلاع ABCD بحيث AD تساوي 6 سنتيمتر و AB 4 سنتيمتر والزاوية BAD تساوي 60 درجة.
متوازي أضلاع A, B, C, D. بحيث المسافة A, D تساوي 6 سنتيمتر و المسافة A, B تساوي 4 سنتيمتر و الزاوية B, A, D تساوي 60 درجة. 60 درجة. لاحظوا، إذن أولا أنشئ الضلع AB قياسه 6 سنتيمتر هكذا AB. نعم، لنستمر. ثم أنشئ الزاوية BAD قياسها 60 درجة هكذا، استعملوا المنقلة. إذن أرسم الزاوية BAD ثم أنشئ قوس شعاعها 4 سنتيمتر انطلاقا من D من A عفوا انطلاقا من A وأرسم النقطة D هكذا 4 سنتيمتر. لنستمر. بعد ذلك إذا أنشئ قوس شعاعها 4 سنتيمتر انطلاقا من B هكذا، وبعد ذلك أنشئ قوس شعاعها 6 سنتيمتر انطلاقا من D وأرسم النقطة C هكذا 6 سنتيمتر. ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أنشئ الضلعين D C و B C. لاحظوا ضلعان متوازيان، لأن لدينا في متوازي الأضلاع كل الأضلاع المتقابلة متوازية. لنستمر، لنمر الآن إلى نشاط ثلاثة الثالث. إذن أنشئ معين A B C D بحيث المسافة A D تساوي 6 سنتيمتر والمسافة A B تساوي كذلك 6 سنتيمتر والزاوية B A D تساوي 60 درجة. لاحظوا، إذن أولا أنشئ الضلع AB طولها طول الضلع 6 سنتيمتر ثم أنشئ الزاوية BAD قياسها 60 درجة. طبعا استعمل المنقلة هكذا وأنشئ الزاوية قياسها 60 درجة. بعد ذلك أنشئ قوسا شعاعها 6 سنتيمتر انطلاقا من A وأرسم النقطة D إذن قوس شعاعها 6 سنتيمتر هكذا وأرسم النقطة D.
بعد ذلك لاحظوا الآن أنشئ قوس شعاعها 6 سنتيمتر انطلاقا من B. سنتيمتر. نعم لنستمر. ثم أنشئ قوس شعاعها 6 سنتيمتر انطلاقا من D وأرسم النقطة B. إذن أرسم قوس شعاعها 6 سنتيمتر انطلاقا من D وأحصل على النقطة C. وفي الأخير أنشئ الضلعين DC والضلع BC هكذا. نعم لنمر للنشاط 4. لاحظوا EFGH شبه منحرف، حدد قياس الزاوية GHE. H شبه منحرف، إذن حدد قياس الزاوية GHE بالدرجات. إذن لنبدأ. إذن نعلم أن مجموع قياس زوايا المضلع الرباعي تساوي 360 درجة. إذن لدينا الزاوية GHE قياس الزاوية زائد قياس الزاوية HEF زائد قياس الزاوية EFG زائد الزاوية FGH، مجموع قياسها يساوي 360 درجة. نعم إذن الزاوية GHE قياسها يساوي 360 ناقص قياس الزاوية HEF ناقص قياس الزاوية EFG ناقص قياس الزاوية FGH يساوي 135 درجة. إذن نشاط آخر، لاحظوا الشكل. لاحظ الشكل ثم أحسب قياس زوايا كل من متوازي الأضلاع EFGH وشبه المنحرف المتساوي الساقين HGGE. إذن سوف أبحث عن قياس زوايا الشكل. إذن نلاحظ أن الزاوية GHE زائد قياس الزاوية GHE تساوي 180 درجة، لأن لدينا زاوية مستقيمة. إذن الزاوية G الزاوية GHE قياسها يساوي 180 ناقص الزاوية GHE يساوي 180 ناقص 72 يساوي 108 درجة. لنستمر. نعلم نلاحظ بأن EFGH متوازي أضلاع، أي أن الزاويتان المتقابلتان متقايستان. EFGH
جي اش متوازي اضلاع، إذن الزوايا المتقابلة متقايسة، وبالتالي فإن الزاوية جي اش او يساوي قياس الزاوية جي اش او يساوي قياس الزاوية او اف جي يساوي 108 درجة. وبعد ذلك لنستمر، نلاحظ أن الزاوية جي اش او زائد قياس الزاوية اش او اف يساوي 180 درجة، إذن قياس الزاوية اش او اف يساوي 180 ناقص قياس الزاوية جي اش او يساوي 180 ناقص 108 يساوي 72 درجة. إذن وجدنا كل هذه الزوايا نعلم قياسها، هذه الزوايا نعلم قياسها. لنستمر، لاحظوا لدينا EFGH متوازي أضلاع، إذن EFGH متوازي أضلاع، إذن الزوايا المتقابلة متقايسة، وبالتالي فإن لدينا الزاوية HEF قياس الزاوية HEF يساوي قياس الزاوية FGH يساوي 72 درجة. لنستمر، وكذلك نلاحظ بأن الزاوية FGH زائد الزاوية HGG قياسها يساوي 180 درجة. إذن قياس الزاوية HGG يساوي 180 ناقص قياس الزاوية FGH يساوي 180 ناقص 72 درجة يساوي 108 درجة. وفي الأخير لدينا HGGE شبه منحرف، أي HGGE شبه منحرف، إذن متساوي الساقين HGGE شبه منحرف متساوي الساقين، إذن الزاويتان GHE و HEG متساويتان قياسهما 72 درجة. وفي الأخير لدينا HGEG شبه منحرف متساوي الساقين، إذن مجموع الزوايا يساوي 360 درجة، وبالتالي فإن الزاوية EGG قياسها يساوي 360 ناقص قياس الزاوية GGH وناقص قياس الزاوية GHE ناقص قياس الزاوية HEG يساوي 360 ناقص 108 ناقص 72 ناقص 72 يساوي 108 درجة. إذن أنهينا التمرين، أنهينا الدرس اليوم، إلى اللقاء.